يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا من إحدى الدول العربية وبعض زملائي هنا يعطيني عملة بالريال السعودي. أنا من إحدى الدول العربية وبعض زملائي هنا يعطيني عملة بالريال السعودي وأحولها له إلى بلده بعملة بلده وأخصم إيجار الصرف من العملة التي تسلم هناك، ويكون هذا برضا لأنها إذا وصلت هناك بالريال ربما لا يوجد صرف لها في بعض الأوقات، فهل يجوز هذا؟ هذه مسألة متكررة وواقعة خصوصا من العمال، يسأل عنها كثيرا. الأصل أن هذا الصرف، والصرف لا يجوز تأخير القبض فيه، لا يتفرق المتصارفان بينهما شيء يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. ولكن بالإمكان تعمل مسألة السفتجة، وهي أنك تقرض الشخص هذا المبلغ ويتملكه ويشتري به حوائجه، ثم إذا ذهب إلى البلد الثاني يسدد لك، باب تسديد الدين، تسديد القرض، وليس من باب المصارفة. نعم.